السلام عليكم، معاكم مس أمنية ومعانا جنات وروان. ازيك يا جنات؟ ازيك يا روان؟ عاملة ايه؟ النهاردة هنساعدوني ان انا اعرفكم على verb to be اللي هو am و is و are، ونعمل جمل بي باستخدام البازل الجميل ده، وقصة جميلة جدا وتحفة. اول حاجة لازم نعرف ان am و is و are يا جنات دول عيلة عمو بي. عيلة عمو مين؟ بي. عمو بي باباهم الكبير خلف ام وخلف مين؟ is و ار. ام يعني يكون، is يعني يكون، و ار يعني يكون. هنا يكون ويكون، ودي يكون للجمع. يبقى الثلاثة دول ام و is و ار معناهم ايه؟ معناهم يكون. ام و is و ار معناهم ايه؟ يكون. معناهم يكون. قولي يا روان معايا، ام و is و ار معناهم مين؟ يكون. طيب لما خلف عمو بي ام و is و ار، ام بنت بيت و is بنت بيت و ار بنت بيت، وقالوا ان كل بيت عندهم هيسكن فيه واحد من السبع ضماير بتاعتنا. انا، اي، هو، هي، هي، شي، والخيل، العاقل، ات، هما، زي، احنا، وي، انت، يو. الام عندها دور واحد بس، فسكن عندها عمو اي. عشان هي عندها دور واحد بس، عايزة تعيش عندها واحد ما بيعملش صوت وعايش مع نفسه. الإز بنت ثلاث أدوار وبتحب الناس اللي عايشين لوحديهم، اللي هم مين؟ هي شاطرة، ومين تاني؟ وشي وقت. هي وشي أهيت وقت. تمام. طيب الار، الار سكنت عندها مين؟ يلا قول يا روان، سكنت عندها مين؟ هما، زي، احنا، وي، حطيها يلا، احنا، وي، انت، انت يعني ايه؟ يو. يبقى الثلاثة دول ثلاث بيوت، دي بتاخد ام، بتاخد اي، الاز سكن عندها هي وشي وايه، بياخدوا از، الار سكن عندها زي ووي ويو. تمام، تعال نرجع الحاجة مكانها. دلوقتي احنا عرفنا مين بياخد ام ومين بياخد از ومين بياخد مين؟ ار. اي روان يا جنات، مين بياخد ام؟ اي. مين بتاخد از؟ هي وشي وات. مين بياخد ار؟ زي وي ويو. تمام. دلوقتي بقى تعال نعمل جملة. الجملة بتاعتي يعني ايه جملة؟ يعني اقول جملة، يعني اقول كلام. عايزة اقول، انا دلوقتي عايزة اقول يا جنات انا اكون بنت. انا بنت، هقولها ازاي بالانجليش؟ girl. girl يعني بنت. هنختار، هنختار الحاجات اللي هنستخدمها. girl بنت، ماشي. ايه تاني هنستخدمه؟ dog. انت dog. لما اقول انا بنت، ليه عشان هي بنت، عشان كان بنت، عشان انا بس. بنت انا. طيب هنستخدم ايه تاني؟ هنستخدم boy في الجملة بتاعتنا. انا بنت فيها كلمة boy؟ لا، لا boy مش هتشتغل. طيب نستخدم مين في دولة؟ فين انا؟ اي. تمام. طيب اكون بقى يعني ايه؟ اكون يعني اكون يا اكون ام او از او ار. لازم الجملة يكون فيها verb فعل. طيب الاي دي بتاخد ام ولا از ولا ار؟ ار. ام. ام. شاطر. ادينا اخترت الحاجات اللي هتكون الجملة. طيب ولازم اخر الجملة احط ايه في الاخر؟ زيرو. مش زيرو، دي اسمها فول ستوب، يعني ستوب. ادي الجملة، ادي الجملة اهي، بس احنا مش عارفين نرتبها ازاي. لازم نبدأ بالفعل بتاعنا اللي هما مين؟ انا. يبقى لازم ابدأ بمين؟ اي. انا بكتب من الشمال، يبقى ابدأ بمين الاول؟ اي. اكون احط ساكنة عند بيت مين الاي؟ ام. يبقى احط مين جنبيها؟ ام. ام. اكتب جيرل ولا اكتب اجر؟ اجر. ليه اجر؟ عشان دي بنت واحدة بس. انا اكون اجر. احط في الاخر، احط في الاخر ايه؟ احط في الاخر ايه يا جنات؟ فول ستوب، يعني نقطة. كده بقيت الجملة I am a girl. انا اكون بنت. I am a girl. طيب دلوقتي يا جنات انا هلخبط الجملة دي، عايزاك ترتبيها زي ما رتبتها، عايزاك ترتبيها زي ما رتبتها، تعرفي؟ ماشي. ماشي، هلخبطها كده. يلا رتبيها لي. هنبدأ بمين أول حاجة؟ اي. اي حطها من الشمال هنا، حطيها من الشمال. طيب هتحطي ايه جنب الاي؟ ام. ام. ا. شاطرة.
جيرل. لازم نحط ايه في الاخر؟ فول ستوب عشان خلصت الجمله. تمام كده بقيت الجمله ايه؟ I am a girl يعني انا اكون ايه؟ بنت. طيب تعال نغير بقى، نرجع الاي مكانها ونرجع الام مكانها ونرجع a girl والحاجات دي كلها مكانها. عايزه اقول بقى هو يكون ولد. هو يعني ايه؟ هننزل هو وهننزل هي. خلاص نزلنا هي اهو، هنحط مين تاني؟ هي از. تمام ولد بوي. بوي هتحطي حاجه تانية؟ لا كده خلصت الجمله. لا طب فكري فلستوب. ماشي في كده خلصت الجمله. طيب في بقى حاجه صغنطوطه كده نسيتها جنات. هي قالت هو هي بتاخد از، هو يكون. لازم نحط ايه يا جنات؟ ليه ايه؟ عشان هو ولد بوي، ونحط في الاخر فول ستوب. معنى الجمله كده هي از ا بوي. هلخبطهم بقى وتشوفي ترتيبهم ازاي. اوكي يلا رتبي، اكتبي الاول. قولي وانت بتكتبي. هي از بوي. لا هي از ا بوي. ونحط فول ستوب. شطوره برافو عليكي. دلوقتي يا جنات عايزه اقول دي قطه، انها قطه. القطه دي بتاخد ايه من الضمائر؟ تنفع انا اي؟ طب نفهمه. تنفع انا اي؟ انا اي ما تنفعش عشان دي قطه. هو هي؟ لا. هي شي؟ لا. غير العاقل ات؟ اه عشان القطه نقول عليها غير العاقل ات. طيب مين هي تكون؟ لا اما ام، لا اما اس، لا اما ار. احنا قلنا في اول الفيديو ان عم بي عم بي خلف ام واز وار. ثانيه روعه بحب القطط. ام واز وار. الات سكنت عند مين؟ مفيش في التلفزيون. سكنت عند مين يا جنات؟ الاز. يبقى ات از. قطه واحده بس، يبقى لازم اقول ايه؟ ايه فين قطه؟ فين قطه في دوله؟ ولازم نحط في الاخر فول ستوب. شطور، لازم نعمل لها لايك يا جدعان عشان هي شطوره جدا. برافو يا جنات، برافو. جيف مي 5. هلخبطها بقى وانت ترتبين. ماشي اوكي يعني نلخبطها لجنات. يلا جنات رتبي بقى، اكتب مين الاول؟ ات. ليه ات؟ عشان قطه غير از. القطه غير عاقل از. بعد كده ا كات ونحط اسمها فول ستوب. فول ستوب يعني خلصت الجمله كده. يبقى ات از ا كات، دي قطه. ات از ا كات. طيب تعالى نرجع الحاجات مكانها ونشوف جمله تانية. دلوقتي بقى يا جنات عايزه اقول هما اولاد. هما اولاد. هما يعني ايه؟ دي هما؟ لا. دي اسمها ايه؟ اي. انا اي. دي هما؟ لا. دي مين؟ دي هي. هو هي. دي مين؟ شي. طب دي مين؟ غير العاقل ات. دي مين؟ زي. يبقى مين هما؟ اسمها ايه؟ زي. هما زي. نجيب زي. طيب يلا فكري معايا، عايزه اقول هما اولاد. طلعي شوفي انت هتختاري ايه من دول كله. طلعتي زي هما، هتطلعي مين تاني؟ ماشي. ايه تاني؟ ايه؟ معرفش بقى، انا بقول اولاد كتير. اولاد كتير ايه؟ لازم اس الجامع. شاطره. وايه تاني؟ اولاد يعني ايه؟ ولد يعني ايه؟ بوي. هاتي بوي دي اهي. طيب رتبيها لي بقى كده. هكتب مين الاول؟ هقول زي. ار بوي اس. يبقى بويز. بقيت ايه هنا؟ بويز. هما يكونوا اولاد. زي ار بويز. زي ار بوي. هنا شاطره جنات ما حطيتش ايه عشان ده كام ولد؟ عشان كتير اولاد كتير. الجامع ما بياخدش ايه، وحطت ايه عشان الجامع؟
اس وحطت ايه في الاخر عشان خلصت الجمله فول ستوب، وحطت ام ولا از ولا ار؟ ار عشان هما ذئب ساكنه عند مين؟ ار. الار هلخبطها يا جنات وترتبيها لي. يلا ترتبيها لي. كل يوم كل جنازه اربع، يبقى انا اقول اكتب الاول زي ار اس. لا الاس الاول، لا بول ونحط في الاخر فولس توب. شطوره شطوره. تمام تعالي بقى اعمل لك اكسرسايز حلو. اعمل لك اكسرسايز يا جنات، هكتب هحط شي هنا، هسيب لك مكان فاضي. اوكي بعد كده ا جيرل، الجمله دي عايزه فولس توب. لا نرتب مرتب يعني مترتبه. هنا في كلمه ناقصه، ايه هي؟ ليز، عشان هي حاجة واحدة بس، غير هي واحدة بس، عشان شي ساكنة عند مين؟ إز. وإز معناها إيه؟ تكون. هي تكون، هي تكون. طيب تعال نغير، هعمل لك اكسرسايز تاني، نرجع شي مكانها. طيب لو أنا جيت قلت آر، هنا في مسافة فاضية، يعني هنا في حاجة فاضية، و جيرل وفي اس الجامعة، ايه الكلمة اللي ناقصة هنا؟ وفول ستوب، ايه الكلمة الناقصة هنا؟ تمام، ليه بقى؟ عشان الار ساكنة عند مين؟ عند مين؟ عند الزي، يبقى زي ار جيرلز، زي ار جيرلز. طيب هعمل لك حاجة تانية، لو انا عندي وي ار هنا كاتب كلمة بول، ايه اللي ناقص هنا؟ ايه اللي ناقص في الجملة دي؟ ايه اللي ناقص في الجملة دي؟ وي ار بوي، ليه اس الجامعة؟ ليه؟ عشان وي احنا، واحنا لازم تبقى مين؟ جامعة. شطورة برافو عليك. نقول لهم لو عجبكم الفيديو تعملنا ايه؟ لايك. شكرا يا جنات.